السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. الحلقه النهارده حلقه مهمه قوي، فحاولوا انتم تركزوا فيها لان فيها موضوع مهم. النهارده هنتكلم عن عمليه نصب متكرره بتتعمل عليكم كل يوم. الموضوع مهم، فحاول ان انت مبدئيا دوس اعجاب عشان ناس اليوتيوب يبدا يعمل تفاعل على الفيديو فناس كتير تشوفه، وحاول ان انت تشاركه في كل مكان عشان الناس تبدا ان هي تحذر من اللي بيحصل لها، لان من المفروض ان احنا كشعب مصري نعتبر من اطيب شعوب العالم فعلا. يعني فعلا انت لو اتعاملت مع ناس بره هتعرف ان احنا فعلا من اطيب شعوب العالم. يمكن اخواتنا السودانيين اطيب مننا شويه، بس في فرق كبير جدا ما بين الطيبه وما بين ان انت يضحك عليك، او ما بين ان انت حد يعني يستعبطك. مش عارف اقولها باسلوب احسن من كده، لان اللي بيحصل ده بيحصل علينا استعباط حاليا. تمام. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني ما ينفعش ان انت تحط صبعك في جحر تتلدغ فيه وتروح رايح حاطط صبعك تاني. ليه؟ لان المؤمن كيس فطن، المؤمن ذكي. طيب هنعتبر ان انتم ما عندكمش خلفيه، فانا هحاول النهارده ان شاء الله ان انا اديكم خلفيه عن عمليه النصب اللي بتتم عليكم دي عشان تتجنبوها بعد كده وتبقوا يعني اكتر حرصا واكتر ذكاء في التعامل مع الحاجات اللي شبه كده، لان الموضوع مش هيبقى على قد السيارات بس، بيتعمل في كل المجالات. هشرح لكم قصة خاصة بالسيارات حصلت معانا، وانتبهوا جدا للموضوع. مبدئيا انتوا عارفين ان انا بساعد اخواتنا ذوي الهمم وبنزل معاهم بورسعيد وبشتري لهم عربيات من استثمار بورسعيد. تمام زي الفل، حد كده بتهيألي انتوا عارفين الكلام ده، والمفروض ان انا عامل ده الخدمة دي بمقابل مادي يساوي وقتي ومجهودي وخبرتي ومش عارف ايه وحاجات من دي، ولكن برضو مقابل مقبول بحيث ان هو ما يتعبش اخونا صاحب الهمم او اخونا اللي هيشتري عربيه اللي بنقول عليها في مصر معاقين. خلاص كل ده احنا عارفينه. اللي حصل ان اليومين اللي فاتهم دول انا بصور العربيات دي وبقول يا جماعه العربيات اتفرجوا على الكمالات اللي فيها، اتفرجوا على الامكانيات اللي فيها. انا بطالب ان احنا في حمله اسمها من حقنا موجوده على الفيسبوك لو انت حابب تشترك فيها، بطالب ان احنا الدوله تسمح لنا باستيراد العربيات دي، لان العربيات دي بيبقى فيها اوبشن عالي جدا مش موجود في مصر حتى في العربيات الزيرو في 2021 برغم انها مستعمله مثلا من 2015 و 2016. طيب الحاجه الثانيه كمان ان فيها عوامل امان متميزه جدا، العربيه بقى فيها 8 ايرباج وستاير جانبيه بتنزل من السقف في حاله الانقلاب ومش عارف ايه، واي بي اس واي بي دي ونظام ثبات الكتروني كامل اي اس بي. فانت بتتكلم في عربيات متميزه جدا، ليه احنا ما بنحصلش عليها؟ وليه الدوله مثلا ما تسيبناش ان احنا نشتري العربيات دي كناس عاديين مش معاقين وندفع للدوله الجمارك بتاعتها زي ما هي تحب؟ ده اللي انا طلبت فيه حمله من حقنا. فلذلك ده انا ببرر لكم ليه انا بصور العربيات دي، فلذلك لما باجي استلم عربيه وتكون مميزه في الاوبشن وفي الحاله بحاول ان انا اصورها لكم علشان تشوفوا العربيه نفس العربيه في مصر عامله ازاي وبره عامله ازاي، ان انا بشجع الفكره بتاعتي. طيب تمام زي الفل. الفكره ان انا صورت فيديو من فتره قريبه وقلت سيارات مستعمله افضل من الزيرو او بحاله الزيرو، ورحت جاي مصور لكم عربيه توسن 2017 كامله كل حاجه بانوراما، وطبعا زي ما قلنا الاهم ان هي عوامل امان كامله واوبشن كامل، مش هتلاقي زرار في التابلو، الزرار اللي هي بتبقى مربعات بلاستيك عندنا فاضيه دي ما تعرفش هي بتاعت ايه اصلا، مش هتلاقي زرار من دول ملوش وظيفه والوظيفه دي شغاله جوه العربيه، فطبعا كانت حاجه مميزه قوي. اللي حصل ان في واحد شاب مصري فاضي مش لاقي له حاجه ومن ارياف مصر من 100 غمر دقهليه تبع لمدينه الدقهليه، قريه تبع لمدينه الدقهليه، راح جاي اخد الفيديو ده وراح كاتب عليه، طبعا عمل صفحه وعمل بيدج بالاسم بتاعه هو، وراح منتحل شخصيتي يعني قال ان هو اللي في الفيديو، وراح كاتب احصل على سياره هيونداي توسن ب 60000 جنيه. الفيديو عندي تقريبا ما عملش الا 50 60000 مشاهده، ممكن تشوفوه من خلال رابط اللي ظاهر قدامكم. عنده تخطى المليون مشاهده، انتوا متخيلين الرقم؟ ملايين المشاهدات. طيب سيبنا من هنا، هو استفاد منه مثلا مشاهدات الله يسهل له، مش هي دي قصتنا. القصه هنا يا جماعه او النصبايه فين؟ يعني فين المشكله؟ قال لكم تعالوا علشان تاخدوا العربيه ب 60000 جنيه اشترك عندي في البيدج تمام، واشترك عندي في القناه وادخل عندي في الجروب. انت مش خسران حاجه، ما تزعلش مني، انت ايه يعني هتروح داخل عامل له اعجاب وتروح مشترك وخلاص ما دفعتش حاجه من جيبك؟ برضه فين النصبايه في كده؟ او انت بتحكي لنا الحكايه دي ليه؟ انت بتعمل دعايه لنفسك؟ لا الفكره هنا يا جماعه ان هو خلاك تشترك، هو اولا ما فيش عنده حاجه كده، يعني ما فيش حاجه اسمها ب 60000 جنيه تاخد عربيه، لان بعدها باسبوع لقيت واحد تاني منزل بيقول لك ايه 25000 جنيه وتاخد عربيه كهرباء، وايه اسمع بقى اللي يهرج، وقسط 360 جنيه الشهر. ده انت لو شاري عجله، ده انت لو بتاجر عجله مش هتشتريها، لان ما فيش عجله بالاسعار ده اصلا، ما فيش حاجه اسمها كده، ميزهم. طيب برضه تاني فين النصبايا؟ النصبايا هنا بقى يا جماعه ان هما بيلعبوا بلعبه. انت طبعا اشتركت 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 بدون وعي وبدون تفكير. انت الحاجات دي اتعمل عليك مصلحه بابا، لان هو دلوقتي هيبدا يجمع البيدج دي
او الصفحه دي هيبدا يكبرها 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 بيكم بالاعداد اللي قاعده تشترك بدون داعي دي. وصلت عنده في 3 ايام ل 100,000 مشترك، اسبوع 2 3 بقت 200 300,000 مشترك. هيروح جاي بايع الصفحه دي لممثله، لمغني، لمحل بيبيع ملابس اطفال، لاي حاجه من دي، ويروح بايعها ب 20 و30,000 جنيه، لان هو بيبيع العدد بتاعكم انتم، هو مش بيبيع البيدج. وفجاه البيدج اللي كانت سيارات المعاقين مع مش عارف مين ومين، فجاه البيدج دي هتلاقيها بقت سوسو لملابس الاطفال، مش عارف المغني المشهور حمدي تلوث، اي حاجه من دي فجاه كده، وانت ما انتش عارف حاجه. اتعمل عليك مصلحه، عيل قاعد على كمبيوتر ضحك عليك واخد من وراك 20-30,000 جنيه. والموضوع ده بقى ايه، بيتكرر كل يوم. يعني كل يوم اتفرج على اللعبه دي تلاقي ايه، خبر وهمي، خبر خبر اهبل، خبر ما ينفعش حد يصدقه ولا يعقله، ويقول لك ايه، اشترك في البيدج، دوس اعجاب وانا هجيب لكم عربيه مش عارف ايه. اول ليفل، اول ليفل ان هو يضحك عليك ويقول لك دوس الاعجاب بس خلاص، هو مش هيرد عليك واتحداكم. طبعا ناس كتير فاهمه انا بتكلم عن مين، وانا طبعا مش هقول اسماء عشان ما نشهروش بزياده الفكره، لان هو اسمه وهمي. خلي بالك ان هو ده مش اسمه اصلا كمان. اكتب له في التعليقات اللي انت عايزه، وتواصل معاه الخاص اللي انت عايزه، مش هيرد عليك لان هو مش هدفه اصلا، هو لا له في العربيات ولا يعرف عنها حاجه، هو استغل الموضوع. البيدج نفسها اصلا كانت بادئه عملت عن سد النهضه ما مشاش معاها، عملت عن مش عارف الخبز البلدي ما مشاش معاها، عملت عن المغني مش عارف حمو ايه ما برضه ما مشاش، كل ده مش ماشي معاها. فراح جاي اخذ فيديو من بتوعي وراح عامل عليه الحركه دي، فرقعت معاه. راح جاي الثالث في الثالث في فيديو رابع في خامس في بقى يجيبكم فيديوهاتي كلها الخاصه بالاستثمار او خاصه بالمعاقين، لان الموضوع بالنسبه للناس فرحه. انا هركب عربيه تسمى 60,000 جنيه. انا هسالك سؤال بس، اللي بيداخل وبيدوس له اعجاب وبيعمل له مطالعه وبيقول له والنبي هات لي العربيه ب 60,000 جنيه، انت بتميز ازاي؟ يعني طقم الجنط والكاوتش بتاع التوسان النهارده بكام؟ الموتور بكام؟ يعني دلوقتي عندي شورت بلوك التوسان هغيره بكام؟ 60,000 جنيه في عربيه، يعني فتحه السقف بتاعتها بكام اصلا؟ ده السقف البنورامي بتاعها انت لو حبيت تغيره 35,000 جنيه. طقم الجنط والكاوتش بتاعهم عاديين الرقم ده، فازاي؟ فركزوا يا جماعه، ما ينفعش ان حد يعمل علينا المصلحه دي. اول ليفل زي ما قلنا ان هو هيضحك عليك ويخليك تعمل له اعجابات وتعمل له مشاهدات وهو يقبض عليك وبدون داعي وسارق مجهود غيره، ده اول ليفل. طبعا هتقول لي طب وانت ما اتحركتش ليه؟ هقول لك انا فعلا اتحركت وعملت ضده بلاغ في مباحث الانترنت، والناس المفروض ان هم يتحركوا ومفروض ان هو هياخد عقابه يعني. ولكن برضو تاني انا ما بتكلمش عليه، انا بتكلم عليكم انتم، انا بس بشرح لكم على مثال حصل معايا انا شخصيا، انما معاكم انتم الدنيا رايحه لفين. لما اجي الاقي واحد بيقول لك عربيه كهرباء ب 20,000 جنيه، طيب احنا قلنا اول ليفل استفاد المشاهدات واستفاد المتابعات اللي هو هيبيعها بعد كده. لا، تاني ليفل بقى يبدا يقول لك ايه، طيب والله انا هعمل شركه استثماريه وده حصل، وادفعوا لي 1000 جنيه وانا هستورد لكم عربيات بايه، ب 3 ميله مع عربيات بقى اركبك مرسيدس ب 20,000 جنيه. ازاي يا ابني؟ فيبدا ناس تبعت له 1000 جنيه فعلا، تبدا تحول له 1000 جنيه، 1000 في 1000 في 1000. الراجل المحترم ده لم منكم 5 مليون، انا بتكلم عن حاله احنا شفناها وحضرناها في سوق السيارات اليومين اللي فاتوا. لم 5 مليون وخلع على دبي. هو قاعد في دبي دلوقتي وبيلم فلوسكم. المصيبه بقى ان في ناس لسه بتحول له، انتوا متخيلين؟ المصيبه الادهى والامر ان ممكن يروح جاي راجع تاني ويقول لكم ادفعوا تاني وهتدفعوا تاني، فما ينفعش. احنا اذكى من كده كتير، ما ينفعش نضحك عليك، ما ينفعش نعمل عليك مصلحه. يعني زي ما قلت لكم اول ليفل، الليفل اللي هو بتاع ايه، دوس اعجاب واشترك، انت اشتركت خلاص لبست. هو عمل مصلحه من عليك بس انت ما اتضررتش في كتير. المصلحه بقى اللي فوق كده ان يقول لك حول لي وانت هتحول له. يا جماعه ما تخلوش حد يتاجر باوهامكم، الموضوع ده بادئ معانا من سنين كتير قوي، اللي هو اللعب على الاوهام واللعب على الاحلام واللعب على احتياجات الناس، وهو ده اللي بينجح وهو ده اللي بيكسب. اللعب على احتياجات الناس، الموضوع ده يمكن شفناه من شركات توظيف الاموال لو تفتكروا من اواخر الثمانينات واول التسعينات، لما كان في شركات باسماء معينه وتجرت باسم الدين وبدات ان هي تسحب فلوس من الناس وتعمل بها مشاريع ومش عارف ايه، وفي الاخر كله راح. طبعا في منهم المحترم وفي اللي مش محترم، احنا مش بنتكلم في القصه دي، ولكن انا بتكلم في قصه ان انتم ما يتعاملش عليكم مصلحه. كل يوم كل يوم كل يوم نسمع عن واحد اخذ 10 مليون وهرب، 20 مليون وهرب، عملهم ازاي؟ راح جاي هات لي 10,000 جنيه اللي معاك اللي انت محوشهم تحويشه عمرك، 10,000 جنيه، 100,000 جنيه، 200,000 جنيه، هاتهم لي وانا هديك كل شهر 1000 جنيه. ازاي يعني؟ ازاي؟ فين عقلك؟ مصلحه ايه اللي بتكسب الكلام ده؟ هيجيب لك الفلوس دي منين؟ ياخد منك 10 من ده 20 من ده 30 ويقعد شهر 2 3 وممكن لحد سنه يديك فعلا كل شهر 1000 جنيه. انت بقيت بوق دعايه ليه؟ انت بقيت انت اللي بتعمل له دعايه وبتعمل له تسويق، تروح رايح ايه لابن خالتك؟ ده انا كان معاه 10,000 جنيه ده تهم له، وصلنا لحد دلوقتي 15,000 جنيه، ده الراجل ده هبل، يقول له طب خد ال 100,000 جنيه دول حطهم معاه، وغيره وغيره وغيره. والله انا اعرف ناس باعت ذهب مراتاتها وراحت حطته مع الناس دي، والناس دي في الاخر فص ملح وداب وهرب والدنيا راحت منك.
احنا ليه نوقع نفسنا في الكلام ده؟ هدفي من الفيديو ده النهارده بقول لك خلي بالك، ما تخليش حد ينصب عليك، ميز الكلام اي حاجه. يعني مش انت ربنا خلقنا كده، لما نيجي ناكل حاجه لو حاجه اداك حد بيديك اكل، اكل بتشمه وبتدوقه، مش بتروح حتفه على طول يعني، صح؟ طيب فدوق الكلام، دوقه اول، ميزه. ربنا خلقنا بعقل نميز. عربيه ال ب 60000 جنيه تسان ازاي يعني؟ عربيه ايه كهرباء اللي هي البطاريه بتاعتها بكام يا ابني؟ لما يقول لك ب 20000 جنيه و 360 جنيه الشهر قسط، لما واحد يقول لك 10000 جنيه واديك 1000 جنيه الشهر مكسب، ميز ميز، ما بلاش نقع. احنا كمصريين فعلا من الشعوب اللي بتتعب بالقرش، فما تقعدش يعني تتعب بيه وتشقى بيه وبعدين في الاخر تروح جاي رامي نفسك في مصيبه ومضيع فلوسك كلها، وبعد كده يرجع بقى يقول لك انتحر، رجع مش عارف عمل ايه، ورجع عمل ايه وجاله جلطه وجاله مش عارف شلل ايه. طب ايه اللي زنقك يا بيه؟ ميز. ومش كل حاجه بتطلع على النت صح. يعني واحد كلمني من يومين، باش مهندس في عربيه نازله كهربا ب 25000 جنيه و 360 جنيه الشهر. قلت له يا ابني بنصاب، ما تقولش كده يا باش مهندس. لا والله، طب بس اسال، طب بس دور. انت ازاي انت مش مطلع؟ مطلع ايه؟ من غير اطلاع الموضوع مش محتاج اطلاع، خلاص. يعني في حاجات كده بديهيات بديهيات. طب اضحكوا اكتر، انا في الفيديو اللي انا قلت لكم ان صاحبنا سرقه كاتب ايه رقم تليفوني جواه، فالناس تروح جايه ايه متصله برقم التليفون اللي جوه. ايوه السلام عليكم، الباشمهندس احمد الجمل. لا والله يا فندم، الباشمهندس حسام غنايم. لا احنا عايزين احمد الجمل. والله يا فندم ده بنصب عليك، وانا اللي في الفيديو ما هوش احمد الجمل، مفيش حاجه اسمها احمد الجمل اصلا، ده بنصب عليك. طب احنا يا فندم ايا كان بقى، احنا عايزين عربيه تسان ب 60000 جنيه. يا فندم مفيش حاجه اسمها تسان ايه اللي ب 60000 جنيه يا فندم؟ ده بينصب عليك. انتوا مش هتبطلوا افتراء على الناس المحترمه يا حراميه يا نصابين؟ وراح رزع في وشي. انا اللي بقيت حرامي. انا اللي بقيت نصاب عشان بقول له خلي بالك، ده انت بتنصب عليك، ده انت بتعالى عليك مصلحه. افيكم افيكم يرحمكم الله، انتبههم فوقهم. تاني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كيس فطن، ما ينفعش ان حد يضحك عليك ولا يلدغ المؤمن جحر مرتين. مش نفس الجحر تروح تحط ايدك فيه تاني فوق، انت كل يوم بتحط ايدك في نفس الجحر، مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها حد هيجيب لك حاجه ببلاش، ولا حد هيديك هديه مش عارف ايه، ولا شركه تويوتا تعلن عن انك لو شاركت الرابط ده 10 مرات هتاخد عربيه بي ام دبليو. ده كل يوم على كده، على رسائل على الواتس وبتشاركوها وبتشاركوها، وكل ده سبام، كل ده حاجات سرقه. مفيش برنامج مجاني، مفيش حاجه اسمها مجاني، يعني مفيش حد بيقدم لك خدمه بالمجان. يعني برضو من ضمن الحاجات واحد كاتب لهم ايه، انا بخرج مع اخواتنا المعاقين وبجيب لهم عربيات بالمجان، مفيش حاجه اسمها كده. وانا كتبت لكم في التعليقات ان لم تجد ثمن للسلعه، يعني السلعه اللي انت بتاخدها دي لو ما تلاقيش ثمن، اعلم انك انت السلعه، انت اللي بتتباع في الحاله دي. البرامج اللي بتطلع لك مجاني، هو ممكن يكون مجاني بس هو مفيش حاجه مجاني، هو مكسبه ان هو بيحصل على البنات بتاعتك والداتا بتاعتك، وانت بتتفرج على ايه وباهتماماتك ايه، ويبدا ان هو يبيعها لشركات تسويق. ده مكسب رهيب، الداتا دي الوحيده بملايين. ده اللي انا حبيت اقوله لكم النهارده، اسف ان انا طولت عليكم. اشوفكم باذن الله على خير في ترجع جاي كتير وحلقات جايه اكتر. هنقفل الحلقه، بس قبل ما نقفل شارك الحلقه دي لانها مهمه جدا لكل الناس. السلام عليكم.